وأن الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم أفضل من أن يزيد قوله وبحمده. لكن الصحيح، وأنت تجد العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا يتقيد بما جاء في المذهب، إذا خالف ذلك الصحيح أو خالف ذلك السنة يقول، ولكن الصحيح أن المشروع أن يقول أحيانا وبحمده، لأن ذلك قد جاءت به السنة. يريد حديث أبي داود والدارقطني والبيهقي، وهو حديث صحيح، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول هذا وهذا لورود السنة به، فيقتصر أحيانا على سبحان ربي العظيم وأحيانا يزيد وبحمده. وظاهر كلام أصحاب المذهب أيضا أنه لا يقول إلا ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. السنة قول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول. وكذلك أيضا ظاهر كلامهم أنه لا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ولكن السنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى هذا يزيد في حال الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولكن هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائما بالإضافة إلى سبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو يقولها أحيانا؟ هذا محل احتمال. وقد سبق أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعا، وإنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا، لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعا، يعني تجمع في هذا الموضع. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى له في صفة الصلاة تفصيل في هذا الأمر، وهو تفصيل حسن. هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أو لا؟ أجاب الألباني رحمه الله بقوله اختلفوا في ذلك، وتردد فيه ابن القيم في الزاد، وجزم النووي في الأذكار بالأول، فقال والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. وتعقبه أبو الطيب صديق حسن خان فقال في نزل الأبرار يأتي مرة بهذا وبتلك أخرى، ولا أرى دليلا على الجمع. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع. قال الألباني رحمه الله في صفة الصلاة معقبة، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره، فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة يعني الإطالة، فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليها النووي. وقد رواه ابن نصر في قيام الليل عن ابن جريج عن عطاء، وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليها في بعض هذه الأذكار، والتكرار أقرب إلى السنة، فيكرر الذكر الواحد حتى يقوم من هذا الركوع. وكذلك في سائر مواضع الصلاة التي وردت فيها الأذكار المتعددة. وأما ما ورد في مسألة الجمع بالأذكار في مثل هذه المواطن فقد تردد في ذلك ابن القيم في الزاد رحمه الله تعالى. ثم يرفع رأسه، ومراده يرفع رأسه وظهره، لأنه قال ثم يركع، والركوع هو انحناء الظهر، فإذا قال ثم يرفع رأسه فليس معنى ذلك أنه يرفع رأسه فقط، وإنما يرفع رأسه وظهره. والرفع من الركوع ركن ولا بد منه، فالاعتدال من الركوع ركن، والطمأنينة في هذا الاعتدال من الركوع ركن آخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع